عليكم كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وما ينقصكم حتى خير ان شاء الله. اليوم البنات عندنا القفطان المغربي التقليدي وكذلك التكشيطه المغربيه اللي غادي تكون على توب مبره في جميع اشكالها وعلى الصنعه المغربيه التقليديه البلديه بالسفيفه وكذلك بزواق المعلم كذلك بالطرز الرباطي. اليوم تشكيله رائعه وهمويه. كنقول لكم البنات اللي عجبو شي حاجه يتواصل معايا في الخاص، الرقم ديالي هو اللي كينزل على الشاشه، خليو ليا رساله وكنجاوب على جميع التساؤلات ديالكم والاقتراحات ديالكم وكذلك نعطيكم حتى الثمن اللي كيكون جد مناسب. نتمنى يعجبكم وينالوا الاعجاب ديالكم. كيما كتشوفوا هذا الموديل هذا اللي مخدوم على التوب مبرا تليجه اللي كتجي بالسفيفه بلديه والستيل هذا اللي كان حاضر بقوه هذا العام. هذا كاين هذا القفطان كذلك اللي حتى هو مخدوم بالمبرا بالتوب ديال مبرا وملبس بالساتان اللي كان حاضر هذا التلبس هذا بقوه هذا السنه هذه وفيه الطاز الرباطي والسفيفة البلدية كذلك. كيجي هاد الستيل هذا رائع وكيجي هماوي لا في التكشيطة ولا في القفطان، ملبس كيجي أنيق وكيجي عصري. بالنسبة لهذا الموديل هذا كذلك حتى هو بالمبرة في البيستاج ومخدوم بالسفيفة البلدية وكذلك بالطرز الرباطي ديال الماكينة بالذهبي كما كتشوفوا، خدمة بلدية وبالسم البلدي. كتجي هاد الخدمة هذه كتجي رائعة وكتجي هماوية وكتجي أنيقة حتى هي، كتجي ستيل جديد حتى هو ديال هاد الموسم هذا. بالنسبة للتكشيطة هذه كذلك حتى هي مخدومة بالسفيفة البلدية حتى هي على توب مبرة اللي حاضرة بقوة في التنبات، حتى هي كتجي رائعة وكتجي أنيقة، عندها الفتاحي طالعين زمانيين كانوا في الوقيتة ديال والدينا وكانت هاد الحم حضرات بزاف هاد الفتاحي في الجنب. كاينه بزاف ديال الموديلات اللي غادي نتقاسمهم معكم في هذا الفيديو هذا. كنقول لكم البنات بارطاجيو الاحباب ديالكم والعائلات ديالكم وما تنساوش البنات ديروا البصيمه ديروا الاشتراك باش تحفزوا القناه وتحفزوا المعلومات وتحفزوا الصنايعيه وكذلك حتى العارضات اللي كيمنحوكم جميع الموديلات في الشكل ديالهم وفي الستيل ديالهم. بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي مخدوم بالرباطي كيجي رائع بهذا الستيل هذا، قفطان بلدي وهماوي كذلك حتى هو مخدوم بالسم والسفيفه بلديه والعقاد بلديين. كاينه بزاف ديال الموديلات اللي غادي نقترحهم عليكم، ما تنساوش البنات كملوا الفيديو الى الاخر واللي عجبته شي حاجه يدير لها سكرين ويدخل عندي الواتساب، انا راه الاشاره لجميع التساؤلات ديالكم والاقتراحات ديالكم، واللي عجبو شي اقتراح يقترحوا عليا في التعليق. كنحبكم بزاف وكنحب التعليق ديالكم والاقتراحات ديالكم والشكر لكم على عيني وعلى راسي. مزيد من الموديلات على حسابي في الانستغرام وكذلك في التيك توك، رقم الحساب ديالي اول تعليق كذلك كنخليه لكم وتنقول لكم فرجه ممتعه. الى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله بحول الله.